السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتي آلاء عامر كيتشن. يا رب تكونوا جميعا بخير، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة شهر رمضان، النهاردة فيديو مشتريات شهر 5 أو شهر مايو 2020 من فتح الله العجمي ستار. زي كل شهر بننزل نشتري طلبات البيت. الشهر ده يمكن عشان نزلنا جبنا حاجة رمضان من أسبوعين تقريبا أو أكتر، حاجة بسيطة، فالمشتريات الشهر ده كانت للأساسيات والضروريات وحاجات للسحور والنواقص بتاعة البيت، بس عليها عروض وأسعار حلوة جدا لعروض رمضان. يلا بينا نبدأ مع بعض الفيديو، متنسوش اللايك. أول حاجة جبتها هي زيت سلايت، دي عبوة لتر ونص عاملة 30 جنيه. غيرت المرة دي، بدل ما اجيب زيت هلا اللي انا بجيبه كل شهر، جبت زيت سلايت. هو حلو جدا بصراحة، وده من اساسيات البيت اللي لما تخلص لازم اجيب منها، ملهاش علاقة خالص بشهر رمضان. يعني زي كل شهر لما بجيب الزيت الشهري بتاعي اللي بيكفيني للطبخ، عكس غير زيت الالية طبعا هو بيبقى عندي اصلا كميات. تاني حاجة جبتها معايا وهي لبن المراعي حجم اللتر، الاربعة مع بعض دول في شرينكة واحدة عاملين 59 جنيه، يعني تقريبا اللتر واقف ب15 جنيه، عكس اللتر الفرداني بتجيبيه ب15 جنيه 75. جبت كمان عبوتين من لبن لمار، الواحدة لتر عاملة 16 جنيه وربع، بس كان عليها عرض الخصم عامل 2 جنيه وربع، يعني هي واقفة ب14 جنيه. طبعا لمار من الألبان الكويسة جدا، نفس مستوى لبن المراعي. جبت كمان طحينة حلواني اخوان، طبعا معروفة ان هي كويسة جدا، انا عشان عملت معاكم قبل كده الطحينة الخام في البيت، عشان برضو رمضان وتفريزات رمضان والحاجات اللي احنا عملناها دي ارهقتني جدا جدا، ما قدرتش ان انا اعمل كمية من الطحينة، فانا اضطريت ان انا اشتريها. دي عبوة 475 جرام صافي عاملة 35 جنيه، عشان في عبوة منها اكبر وفي عبوات طبعا اصغر. دي جبنة دومتي طبيعي، اللي انا اكتشفته ان هي طبيعي، طبيعية 100%، ما فيهاش دهون نباتية، مكتوب عليها كمان خالية من الزيوت النباتية. دي اكتر جملة بحب اقراها على الاجبان، هي موجودة بس على الجبنة البريزيدون، واكتشفت النهاردة ان هي كمان موجودة في الجبنة الدومتي، مكتوب عليها 100% لبن طبيعي. هي جبنة ملح خفيف 900 جرام، عكس بريزيدون بتكون 700 جرام. دي عاملة 55 جنيه، في حين ان بريزيدون ال 700 جرام عاملة 50 جنيه. انا قلت اجرب دي وان شاء الله تعجبني وتطلع كويسة في نفس مستوى بريزيدون. من الحاجات كمان الكويسة جدا اللي انا لقيتها سمنة جاموسي من شركة اسمها المراعي، طبيعية 100%، خالية من الدهون النباتية. هي عبوة كبيرة، يعني ده برطمان كبير لتر ونص بالظبط، عامل 190 جنيه، بس كان عليه عرض مخصوم منه 95 جنيه، يعني نص بالظبط، يعني عليه خصم 50%. والصلاحية بتاعتها كانت اهم حاجة بصيت عليها، لقيتها انتاج ابريل 2020، فهي تعتبر حاجة كويسة جدا، وان شاء الله برضو تعجبني لان انا اول مرة اجربها، واول مرة اشتري سمنة من التلاجات في فتح الله. كنت دايما بشتري سمنة فرن مش الزبدة، بس ان شاء الله هجرب دي برضو واقول لكم رأيي فيها، ان شاء الله هعمل بيها الكحك. وزي ما انتم شايفين كده نسبة الدسم مكتوب عليها 99.6، وطبيعية 100% خالية من الدهون النباتية. نيجي بقى للجبن، اول حاجة جبتها هي البسطرمة، جبت كمية اعلى شوية من اللي انا بجيبها كل شهر عشان السحور والكلام ده. الكيلو منها عامل 120 جنيه، هي تعتبر بسطرمة حلوة جدا اللي فتح الله، ما بجيبش غير منها كل شهر. بالنسبة بقى للجبنة التركي او الجبنة الرومي، انا بقالي كم مرة كده بجيبها من فتح الله بصراحة، وبقالها فترة كده حلوة جدا. دي جبنة رومي او تركي قديم، الكيلو منها عامل 85 جنيه، جبت منها العبوتين دول وبشيلهم في الرف اللي تحت الفريزر جوه التلاجة، بتعيش معايا مدة اطول وبيحافظ على صلاحيتها اكتر. وطبعا الجبنة القريش او الجبنة الفلاحي اساسي معانا عشان رمضان، وبرضو غير رمضان انا دايما بجيبها، بتبقى للفطار او للعشاء، بتبقى حلوة جدا. الكيلو منها عامل 28 جنيه، ما كانش عليها عرض، دايما العروض بتاعتها بتكون ب26 ب22 على حسب. انا جبت منها كيلو ونص وبشيلها في مية وملح زي ما انتوا قلتولي بالظبط، بتبقى حلوة جدا وبتعيش فترة اطول. الحاجة الوحيدة من الخضار والفاكهة اللي جبتها من فتح الله هي الفلفل الحامي، دايما بلاقيه كده حلو ومميز، هو الفلفل الرومي الكبير، بس انا لقيته غالي الرومي جدا هناك، فانا جبت الفلفل الحامي ده، الكيلو تقريبا ب14 جنيه، والكمية دول عاملين 3 جنيه ونص، ده ربع كيلو. جبت كمان خلطة بهارات كفتة الحاتي من ماجي، وخلطة الحواوشي، اللي خلطة الحواوشي جربتها قبل كده وكانت تحفة جدا، ان شاء الله عايز اعمل معاكم الحواوشي في رمضان، وخلطة الكفتة ان شاء الله هجربها لاول مرة. العبوة الواحدة من الاتنين عاملة 4 جنيه ونص.
جبت كمان من بهارات اسمها باب الشام، الزعتر المحوج. اول مره اجرب النوعيه دي من البهارات، ان شاء الله يطلع كويس، لان انا شفته كتير جدا وناس كتير بتشكر فيه. العبوه دي عامله 7.50 جنيه، معاها كمان معلقه صغيره كده بتاعت بهارات هديه مكتوب عليها برضو باب الشام، سعرها 7.50 جنيه زي ما قلت لكم. وكان في منها كمان ال7 بهارات، وفي منها بهارات كفته وبهارات حواوشي وكل انواع البهارات، حتى الفراخ والشيش طاووق وكل حاجه. الشهر ده انا ما جبتش حاجه من خزين البيت، اللي هو الرز والمكرونات ولا السكر، لان كل ده انا جبته معاكم في مشتريات رمضان من سوق دوت كوم. الحاجه الوحيده اللي انا ما جبتهاش كانت هي لسان العصفور، وكنت ناسياه تماما. فانا جبت من الساعه، اتفاجئت ان هي منزله مكرونات ولسان عصفور والكلام من ده، منتجاتها كويسه جدا ودرجتها عاليه قوي. العبوات الثلاثه دول مع بعض عاملين 10 جنيه، اي 3 كياس مكرونه باي شكل عاملين 10 جنيه. جبت كمان دقيق الريادة ودقيق روعة، الاتنين الكيس الواحد منهم عامل 6.75 جنيه، هو دقيق فاخر متعدد الاستعمالات للكيكات للبيتزا لأي معجنات. جبت كمان قمر الدين المنال، كنت جبت معاكم برضو في مشتريات رمضان قمر الدين، وعشان قرب يخلص من عندي قلت اجيب عبوة كمان تبقى عندي برضو عشان ما هتطرش ان انا انزل في نص الشهر اشتري قمر الدين. جبت كمان نشا الذرة من دريم، العبوة دي عاملة 200 جرام تقريبا وسعرها عامل 5.75 جنيه. النشا طبعا من الحاجات اللي بنحتاجها جدا في رمضان في المهلبية والحشوات بتاعة الكنافة والقطايف والكلام من ده، فانا جبتها برضو تبقى عندي بدل ما اجيب السايب. جبت كمان شوكولاتة قابلة للدهن اسمها شوكولاتو تقريبا من شركة اسمها جامي، دي اول برضو مرة استخدمها. هي عبوة صغيرة كده بس عجبتني عشان هي سهلة الفتح، وقلت برضو اجربها تغيير، لان احنا كده كده ما بنجيبش النوتيلا الاصلية، وعبوتها كمان صغيرة. دي عاملة 17 جنيه بدل من 21.50 جنيه. جبت كمان من المخبز نورسين، ده فاتح في فتح الله العجمي ستار نفسه، حاجته بتبقى طازة وفريش اول باول، طول السنة فيه كنافة وفي جلاش وفي مخبوزات كتير جدا، فانا جبت الكنافة بقى منه وطبعا هفرزها في الفريزر. دي نص كيلو بالظبط، والكيلو منها عامل 17 جنيه، سواء هي او الجلاش، وكمان عنده سمبوسك، كل ده فريش، مفيش حاجة عنده متجمدة، بيعملها يوم بيوم. فانت بتاخدي الوزن اللي انت عايزاه، مش شرط يكون نص كيلو بالتمام، في ممكن 400 جرام في 600 على حسب ما بيوزن. وجبت كمان لفة من الجلاش برضو، الكيلو زي ما قلت لكم عاملة 17 جنيه، وبتاخدي الوزن اللي يناسبك، لان في لفة بتكون قرب الكيلو، في لفة اقل من النص، في لفة اكتر من النص، على حسب ما انت عايزة. على جبت كمان من المخبز نفسه بسكوت، هما دايما بيبقوا خبزينه كده باشكال كتير، ده بسكوت سادة عادي خالص، الكيلو منه عامل 40 جنيه، دول عاملين 13 جنيه و80 قرش حاجة زي كده، بس بسكوت حلو جدا، كنت جايباه للولاد عشان يفطروا بيه وبيبدأوا صيامهم بعد ما بيفطروا كويس. من الحاجات الحلوة جدا جدا هي قشطة بوك، دي 170 جرام، بتكون سهلة الفتح بالشكل ده، وبتستخدميها بقى في الحلويات او في الحوادق حتى، بيبقى طعمها تحفة. تقدري كمان تخلطيها مع الشوكولاتة مثلا عشان تعملي منها كريمة شوكولاتة، بيبقى طعمها بقى تحفة قوي بجد. انا جبتها ب13.75 جنيه، وكنت عندي منها عبوة تانية من الشهر اللي فات. جبت كمان شوكولاتة خام باللبن من دريم، دي 200 جرام، عاملة 15.5 جنيه بدل 18.25 جنيه، هي عليها خصم بسيط بس هي ممتازة جدا جدا في الحلويات. وفي منها كمان الدارك، بس دي اللي باللبن بتكون احلى ولونها افتح وطعمها كمان احلى بكتير. وجبت كمان عدس اصفر، انا حاولت ادور على حاجات مغلفة على قد ما اقدر وما لقيتش غير النوعية دي، ما لقيتش الضحى خالص، كان في منه عدس بجبة، فانا جبت النوعية دي تقريبا 350 جرام عاملة 8 جنيه. الحاجات كمان اللي جبتها عشان رمضان هي الصوبيا، لان انا في مشتريات رمضان اللي فاتت جبت كل العصاير لكن نسيت الصوبيا تماما، فانا جبتها المرة دي، لقيتها عبوة مغلفة كده باشكال كتير، فانا دي اللي عجبتني، دي 250 جرام عاملة 17 جنيه، وطريقة التحضير بتاعتها مكتوب عليها زي اي نوع صوبيا بتشتروه، بس جربتها النهاردة كانت تحفة جدا على الفطار، طعمها خيال بجد، ومشيت على المقادير المكتوبة على العبوة من ورا. المنظفات بقى اللي انا جبتها، جبت فيري صابون سايل، طبعا هو مركز انا ما بستخدمهوش كتير، فيري دايما بجيب معاكم بريل وبس، هو طبعا من الحاجات برضو الكويسة جدا. العبوة دي عاملة 24 جنيه، و650 جرام، على عكس بريل بيكون لتر وبيكون سعره 16 جنيه او حاجة زي كده.
من الحاجات كمان اللي انتوا حفظتوها معايا وهي شاور ليزل، هو كويس جدا كهاند ووش او كصابون لاستخدام الايد مش كشاور، يعني هو كشاور ملهوش علاقة خالص بالشاور، هو ضعيف شوية، فانتي بتستخدميه كصابون للايد، بستخدمه بصراحة بيبقى كويس قوي كبديل للصابون العادي عشان بيبقى سهل في الاستخدام خصوصا للاطفال. العبوة دي 500 جرام وعاملة 20 جنيه، بس عليها خصم 4 جنيه، يعني سعرها الاصلي 16 جنيه، في حين ان انا الشهرين اللي فاتوا كنت بجيبهم العبوة دي ب10 جنيه. طبعا هي غلت حاجة بسيطة بس هي تعتبر سعرها في المعقول. من الحاجات كمان اللي جبتها في حاجة التجميل، جبت ملح الحليب، من الحاجات الكويسة جدا في الاستخدام للناس اللي عارفاه، هو عبارة عن حبيبات كده خشنة شوية عامل زي السكراب، وطريقة الاستخدام بتاعته بتبقى مكتوب عليه، وبيبقى فيه منه روايح كتير جدا بتختاري اللي انت عايزاه، وفي منه كمان ماركات كتير. العبوة دي 300 جرام وعاملة 22 جنيه، وزي ما قلت لكم بيبقى ليها روايح كتير جدا وكلها حلوه وممتازه، وطبعا هو بيستخدم اثناء الاستحمام، تقدري بقى تنفذي الطريقه بتاعته من على العبوه المكتوبه، وبالمواظبه بقى هتحسي بانتعاش ويعني نتائج حلوه جدا. من الحاجات بقى اللي جبتها عشان تنظيفات رمضان وان شاء الله باذن الله كده العيد، سلك المواعين بقى باشكاله، ده السلك المواعين الناعم او الخشن، انا مش عارفه الفرق ما بينهم بصراحه، بس الاتنين ليهم عندي استخدامات كويسه جدا، كل واحد بيبقى ليه عندي استخدام. العبوه دي فيها 6 قطع زي ما انتوا شفتوا كده وعامله 4 جنيه ونص. جبت كمان من السلك الناعم ماركه اسمها بريمو، يعني هي كل واحده لوحدها وبتتباع الواحده ب5 جنيه وربع، برضو من الحاجات الكويسه جدا اللي تقدري تعملي منها مثلا الحلل لما تشيط منك، او تعملي منها شفاط المطبخ تنضفيه، الحاجات اللي محتاجه مجهود ودعك زياده. وطبعا ما نسيتش مع الحاجات دي اجيب جوانتي للايد للتنظيفات، لانه بيبقى ضروري جدا عشان تشققات الايد او اللي هو بيبقى جفاف الايد، بيبقى فيه منه مقاسات كتير، بتجيب المقاس اللي يناسبك. الجوانتي ده عامل 24 جنيه، في منه بقى اشكال والوان كتير جدا وماركات واسعار، فانا بختار اللي يناسبني. جبت كمان من كوين اكياس الحرارية بتاعة الفرن، ده المقاس الصغير اللي هو بيكفي مثلا فراخ، او لو هتعملي كفتة في الفرن مشوية او لحوم، الحاجات الصغيرة يعني اكتر من فرخة ممكن ما ياخدش. العبوة دي فيها 5 اكياس وعاملة 9 جنيه، في منها طبعا اكياس اكبر بتاعة البط والديك الرومي، او لو عايزة تعملي فرختين او حتى كمية لحوم اكبر بتنفع جدا. الاكياس دي بجد ما بستغناش عنها، وبتكون صحية جدا جدا، وبتطلع لك الحاجة كأنها مشوية برا بالظبط. جبت كمان من كوين الكلينج فيلم والفويل، الكلينج فيلم جبته الاصغر شوية اللي هو مقاس 20 في 30، ده عامل 19 جنيه، وجبت كمان الالومنيوم فويل منه ب17 جنيه، وده عامل 6 متر تقريبا. وبكده كانت مشترياتنا خلصت النهاردة، يا رب اكون يعني فدتكم، ولو بشيء بسيط حاولت اوضح لكم كمان كل الحاجات اللي انا جبتها، بحب اوضح لكم استخداماتها او اسعارها وعروضها، يعني لعل وعسى حد يستفيد ولو بشيء بسيط. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفوني، وان شاء الله باذن الله ربنا يعدي الازمة اللي احنا فيها على خير ويرفع عننا البلاء يا رب، وكل شهر يكون احسن من اللي قبليه. وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير، ونكمل مع بعض وصفات رمضان. كنت معكم آلاء عامر.